السلام عليكم ورحمة الله. اليوم صدنا مكريلة كبيرة، أكبر مكريلة هاي السنة. بدنا نعمل لكم فيديو شلون بنعمل المكريل، شرحات. تمام، بنبلش بهذا الوجه. هلا بقولكوا ليه. هلا هو عنده هدول الحسكات، شايفينه؟ وهدول هدول ما بدنا إياها. بنحط السكينة من هون. هاي أسهل طريقة وأسرع، وأسرع طريقة. تمام، نمشي مساحة، يعني لازم يكون عندك انك تحس انه السكينة تبعك بالضبط فوق العمود الفقري. تمام، لآخر الراس لهون. نقلب على الجهة الثانية وما بنقيمها، ما بنخليه لأنه هي راح تساعدنا. الجهة الثانية نفس الشي بنعمل. سكينة ماضي أهم إشي، سكينة تكون حادة. نعمل نفس العملية الجهة الثانية. ليش بدينا بهذاك الجلم؟ مشان هلأ نستحكم نقيم هدول بكل رياحة من غير مشاكل. تمام، هلا عنا هدول التنتين، نعمل هيك من تحتين. تمام، هاي نمسك من هون هيك دائما بشكل مايل، بنقص بالسكينة. عنا هاي أول شرحة، شو صارت؟ صارت جاهزة. بعد شوي إذا شايفين أول شرحة مكريل شو جاهزة، بنحطها على الجنب. ونفس الشي بنعمل هيك. هاي المصور عم بتنفس. علاء عم بصورني. نبعه هيك، شايفين؟ هون عند الراس ما عاد ضل لحم، هون ما ضل لحم، أخذناها للحمة. زي ما شايفين هيك صار عندنا شو؟ شرحتين. هلا راح أكمل الكف، راح نسوي بسرعة. زي ما شايفين هيك، صور شوي المشلة، علاء المشلة هون. هاي عملت هيك المكريل جاهزين أنا. هلا ضل الخطوة الثانية والأخيرة. قرب شوي على الصورة عشان يبين. شايفين في هدول العظمات تبعنا القفص الصدري، وفي هدول، هذا الصف وهذا الصف، بدنا نخلص منهم. راح اعمل لكم بس شرحة واحدة وانتو تعملوا الشرحة الثانية لحالكم، ما بدي اطول بالفيديو. من هون بتفوتوا؟ من عند اول واحدة. تمشوا معاهن اسهل منا، ما في هي، بس انتو شو على الممارسة. تمام، نقلبها هيك. تمام، نمشي نمشي قد ما بنقدر، بنمشي معاه ندور صف الحسكات عشان ما نخسر ولا قطعة شو لحمة. إذا بدكو تعملوا كمان هيك واحدة صغيرة من هون، وبتقبعوا وين قطع لهدول صف الحساب. خلص وقت ما عاد في بحاجة. هاي صارت الشرحة شو جاهزة من هاي الجهة. ضلها تصفي الحسك. في ناس بخلوه ما بيقموه مشان يحافظوا على منظر السمكة هيك. أنا مني وعلي ما بهمني كثير الشكل، فبقيمه لهذا الصف. كيف بقيمه؟ بتحس أنت بأصبعك هون آخر حسكة، يعني من هون لهون لآخر حسكة. بمشي معاهن شو بالسكينة مشي. شايفين؟ نمشي هيك. تمام، نمشي هلأ مشية ثانية شو على الجنب الثاني من هون، يعني أسهل منا ما في.
واحد اهم شي لما ياكل شو ما يكون في حساء، في عظمة زي دهون ابصر من وين جاي. انتو بتحسوا يعني وين الحسكات بعينين وهيك؟ تمام، هذا الصف كلياته شو؟ كله حسك، ما بدك يا هذا الصف. هيك صارت عنا الشرحة شو؟ تقدر تحسيك بإصبعك إنه إذا بقيان شي ما بخلي الأمر تكون ستلك شي حسك ليك. هلا هون بقيان شقفة صغيرة، هون عمل له هيك ايش الشقفة السوداء، شايفين؟ عمل له هيك بكل سهولة تروح، ما أنا مشكلة هاي السواد هذا البسيط. تمام، هيك صار عندكو شو؟ صار عندكو شرحة مكريل 100% خالية من العظم. تمام، تعملوا نفس الشي مع القطعة الثانية ومع باقي الشرحات اللي بالمشلة. الله يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم.